مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى نشرة أخبار 11 إليكم تفاصيلها. بداية، تترأس الجزائر اليوم الدورة الوزارية لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي التي ستكرس لبحث الوضع السائد في ليبيا، وسيرأس وزير الشؤون الخارجية صبري بقدوم الدورة الوزارية لمجلس السلم والأمن التي ستعقد في سياق يطبعه التقدم الملموس الذي تم إحرازه في إطار الحوار الليبي المنبثق عن نتائج ندوة برلين حول ليبيا. ويهدف اللقاء إلى التأكد من استمرار التقدم الذي تم إحرازه في إطار الحوار والسلم، سيما من خلال دعم جهود المبعوث الأممي ومساندة حكومة الوحدة الوطنية الليبية في المهام الموكلة إليها. إلى الشأن الفلسطيني، يواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي، حيث استهدف القصف البري والجوي منازل ومواقع حكومية. هذا وارتفع عدد شهداء العدوان في يومه التاسع على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس إلى نحو 221 شهيدا وأكثر من 5600 جريح، إلى جانب شن الاحتلال لحملة اعتقالات واسعة للشباب الفلسطيني داخل أراضي 48 طالت 850 فلسطينيا. وهذه الآن صور للتلفزيون الجزائري رصدها لنا مراسلنا من غزة وسام أبو زيد وقت استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لبرج يضم مستشفى وسط القطاع. وسام أبو زيد. في مكان أحد الاستهداف قرب أحد المستشفيات الفلسطينية، حالة من الذعر تسود المواطنين الفلسطينيين جراء إعادة الاستهداف مرة أخرى بالقرب من هذا المكان، ما أدى إلى هروب الكثير من الفلسطينيين تحسبا من القصف ومحاولة الطواقم الطبية انتشال بعض الضحايا وبعض المصابين، وربما يكون هناك شهداء ويبحثون عن مفقودين، ربما يكون في أحد المناطق التي استهدفت وغيرت معالم المنطقة وألحقت أضرارا جسيمة في عدة أماكن في حي كامل في قطاع غزة. ومثل هذه الجرائم الوحشية، أين ضمير العالم؟ نحن نناشد كل الأمة، كل العالم الإسلامي والعربي والدولي أن يقف موقف رجل وأن يلجم هذا العدوان الصهيوني على أبناء شعبنا، هذا العدوان الذي طال كل البنى التحتية والذي طال المباني وروع الآمنين، هذا العدوان لا يوقفه إلا أقوى منه. نحن شعب صامد ومرابط على هذه الأرض، نحن شعب صاحب حق على هذه الأرض، لن نتخلى ولن نترك هذه الأرض مهما صار فينا ومهما حصل من دمار. خلال هذا الاستهداف الذي طال مقر وزارة الصحة وعيادة الرمال التي تجمع الخدمات الصحية، تم استهداف عدد من الطواقم الطبية، جزء منها الآن بحالة خطيرة في مجمع الشفاء الطبي، وكذلك عدد من الزملاء الذين وصلوا تباعا إلى مجمع الشفاء الطبي بجراحات مختلفة، إضافة إلى أن هذا البرج الذي تم استهدافه فيه حتى هذه اللحظة شهيدين وعدد كبير من الإصابات. هذا الاستهداف المركز ضد المدنيين العزل وضد المؤسسات الصحية والمدنية يؤكد على أن الاحتلال الإسرائيلي ليس لديه أهداف كما يقول، وإنما لديه سلسلة من الجرائم يرتكبها داخل قطاع غزة. من جهته، أشار رئيس الوزراء الفلسطيني أمس أن حكومته ستتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة إسرائيل، وذلك بعد إخفاق مجلس الأمن ورفض ثالث لواشنطن لإصدار مسودة أو أي مقترح للتوصل إلى وقف إطلاق النار في فلسطين. العربي قجال في هذا التقرير. مهما ارتفعت الفاتورة من الضحايا شهداء ومصابين، ومهما استنكر العالم التعدي السافر على حقوق المدنيين، تواصل أمريكا دعمها غير المشروط للكيان المحتل بتعطيل كل جهد يكبح العدوان، لكن مع الإبقاء على واجهة دبلوماسية تكتفي بدعوة الضحية والجلاد على حد سواء إلى ضبط النفس. أمريكا تمارس حقها في النقد لتفشل به مرتين على التوالي إصدار بيان يطالب الاحتلال الإسرائيلي بوقف العدوان من مجلس الأمن في اجتماعين مغلقين وطارئين.
فعلى المستوى الشكلي اكتفت واشنطن وسلطات الاحتلال بمشاركة مندوبيها الأمميين في لقاء على مستوى الوزراء، وهو ما لا يؤشر على أي تغيير من واشنطن حسب المتتبعين في اللقاء المقرر عقده الجمعة القادم بمشاركة فلسطين والكيان المحتل، والذي دعت كل من تونس والصين والنرويج لأن يكون علنيا. لكن الموقف الأمريكي هذه المرة يواجه ضغطا داخليا بمطالبة 25 نائبا في الكونغرس. وزير الخارجية الأمريكي بممارسة ضغط دبلوماسي على إسرائيل. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أعرب عن قلقه البالغ مما آلت إليه الأوضاع. هذه الاعتداءات لا تولد إلا الموت والخراب وتستبعد أي مجال للتعايش والسلام. يؤسفني أن تستهدف إسرائيل مقرا للاجئين وتقتل من فيه. يجب حماية مقر المساعدات الإنسانية وترك الصحفيين يعملون بكل حرية. وفي انتظار مخرجات لقاء الجمعة القادم إن التأم، تواصل قوائم الشهداء والجرحى في الارتفاع من مخزون المدنيين العزل. يشرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة على مراسم توقيع السجل الذهبي لميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية من طرف رؤساء الأحزاب السياسية وممثلي القوائم المستقلة بالولايات المرشحة للمشاركة في تشريعيات 12 جوان، إلى جانب الإشراف على عملية القرعة الخاصة بتوزيع الحيز الزمني المخصص للمترشحين في وسائل الأعلام الوطنية السمعية البصرية. هذا وسيقوم اليوم أيضا محمد شرفي رفقة المدير العام بالنيابة للتلفزيون الجزائري فتحي سعيدي بزيارة لمركز تعبير الحر بقصر الأمم نادي الصنوبر. في الانشغال التربوي، تتواصل اليوم جلسات العمل الثنائية بين وزير التربية الوطنية محمد واجعوط وكافة المنظمات النقابية المعتمدة التي تخصص بالدرجة الأولى لمناقشة ودراسة ترتيبات وآليات إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص، وكذا القضايا ذات الطابع المهني والاجتماعي لمنتسبي القطاع، والتي انطلقت أمس لقد عملت وزارة التربية الوطنية قصارى جهدها للتكفل بالمطالب المرفوعة من قبل مختلف النقابات المعتمدة في القطاع وفق الأطر القانونية المعمول بها، وبصفة تدريجية ومتوازنة مع مراعاة تداعيات الأزمة الصحية وما نتج عنها من آثار اقتصادية ومالية، حيث كان السيد رئيس الجمهورية في كل مرة يسدي التعليمات قصد تحسين الظروف المهنية للعمال في مختلف القطاعات قدر المستطاع، وكانت آخرها تلك التي أسداها في اجتماع الوزراء المنعقد يوم 2 ماي 2021 والمتعلقة بفتح الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين في قطاع التربية الوطنية بهدف تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمنتسبي القطاع وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. وبخصوص هذه المسألة الأخيرة، نحن متفتحون على جميع التصورات والاقتراحات التي ستقدمونها لإيجاد الآليات والكيفيات التي تسمح بإعادة النظر في هذا القانون الأساسي بالشكل الذي يرضي جميع ممثلي موظفي القطاع. ومهما يكون من أمر، فإن وزارة التربية الوطنية تجدد استعدادها على دراسة ومعالجة ذات الإشكاليات بصفة تدريجية ومتوازنة، وهي على أتم الاستعداد لتدوين كل اقتراحات الشركاء الاجتماعيين في هذا المجال، بدءاً بالتصورات والاقتراحات التي ستقدمونها لإيجاد الآليات والكيفيات التي تسمح بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. إن وزارة التربية الوطنية لم تتوانى
في التكفل بالانشغالات المطروحة من قبل الشركاء الاجتماعيين، وقد تبلورت إرادة الوزارة في معالجة المشاكل المطروحة من خلال اتخاذها جملة من الإجراءات. إن الجزائر لن تبخل على أبنائها بما استطاعت من إمكانية، وخاصة على أبناء قطاع التربية الوطنية الذي يحظى بمكانة متميزة لدى السلطات العليا للبلاد، على أن يتم ذلك بشكل تدريجي ومدروس وحكيم. فاليوم نحن أمام وضع صحي واقتصادي يتطلب تفهم المجتمع والجميع والتفاف كل واحد منا حول المصلحة العليا للبلاد، أخذا بعين الاعتبار تداعيات الأزمة الصحية وما نتج عنها من آثار اقتصادية ومالية. إن ثقة الوزارة كبيرة في وعي شركائها الذي سيسمح بالتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يضمن استقرار القطاع حتى يتسنى لنا تصميم وتطوير استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة للنهوض بالتربية، تبدأ من تشخيص الاختلالات والفجوات التي تعرفها الحياة المدرسية، والتي ستمكننا من اقتراح حلول مجدية لمختلف مشاكل الجماعة التربوية من تلاميذ وأوليائهم وأساتذة وإداريين وعمال. وفي الختام أجدد صدق نية الوزارة من خلال مصالحها المركزية والولائية تحت إشراف السلطات العليا للبلاد، وكذا بمساهمة الدوائر الوزارية المعنية بمعالجة الانشغالات المطروحة وفق الأطر القانونية وبمراعاة الموارد المالية المتوفرة. كما تجدد وزارة التربية الوطنية عزمها على مواصلة الحوار مع كل الشركاء من دون إقصاء أو تمييز، سواء على المستوى المركزي أو على المستوى المحلي الجواري، للإصغاء إلى الانشغالات المطروحة والسهر على التكفل بها بما هو متوفر مع مراعاة الوضع الصحي والاقتصادي للبلاد. في لاحين الآن، تعد منطقة الطويلة ببلدية البرين ولاية الجلفة من بين أهم المناطق الفلاحية في زراعة الأشجار المثمرة بكل أنواعها وتربية الدواجن، كما حققت مردودا جيدا في شعبة الحبوب. يقول محمد شوقي بونيف. منطقة الطويلة ببلدية البرين بولاية الجلفة من بين أهم المناطق الفلاحية بالولاية، إذ تعد الأشجار المثمرة بكل أصنافها من بين أهم الشعب الفلاحية بها، كما تعرف تربية الدواجن مؤخرا إقبالا لفلاحي المنطقة رغم بعض النقائص والعراقيل. عندي زيتون نخدم القمح، القمح نخدم 40 قطار 50 قطار سقي، والبطاطا ثاني عادي 10 قطار نخدم 10 قطارات، والدجاج وتربيه الدواجن اللحوم البيضاء راك تشوف، نخدموا نربوا. حنا خصنا وشني تخصنا الطريق، صح رانا نعانوا كي نعودوا جايين. فيما يخص الطريق استفدنا من مسلك ريفي يمتد على مسافه 12 كيلومتر. الله يبارك. وان شاء الله الطريق هذه اللي مشينا منها ان شاء الله يكون هو بروغرامي، وان شاء الله نفك العزله على المواطن. التوجه نحو السقي التكميلي في شعبه الحبوب ببلديه البرين، خاصة بعد تسجيل نتائج إيجابية السنة الماضية بحوالي 50 إلى 60 قنطار في الهكتار الواحد، وهو ما تعكف عليه السلطات المحلية بالمنطقة. النسقية عندي 20 قنطار قمح شعير، حوالي 10 قنطارات قمح. العام اللي فات درت أكثر القمح، وصلت حتى 1500 قنطار. استراتيجية الدولة وبالأخص وزارة الفلاحة والمبنية على السقي التكميلي، البرين سايرت هذه السياسة وأعطت نتائج باهرة في هذا الميدان. الموسم الماضي حققت نتائج باهرة تجاوزت ما بين 50 إلى 60 قنطار في الهكتار الواحد. ليأمل فلاحو بلدية البرين بتحقيق مزيد من الإنتاج باتباع طرق حديثة وبتطبيق استراتيجية الدولة الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي محليا، وأيضا لدعم الاقتصاد الوطني. في تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، سجلت 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات، فيما تمثل لشفاء 117 مريضا خلال 24 ساعة الماضية حسب بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
نختم بالرياضة، حيث تلعب اليوم الجولة 16 من بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم للمجموعات الثلاث شرق وسط وغرب. هذا وتلعب الجولة 22 والأخيرة من هذه البطولة في 26 من شهر جوان المقبل، ووفق ما نشرته الرابطة الوطنية عبر موقعها الرسمي. نشرتنا انتهت بذا مشاهدينا، شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء. We'll be right back.